أرتا إف إم، صباح الخير باري لوس، صباح بخير، بالرجعة وخش بجهدارين ما. لغات المنطقة نعم بالجزيرة السورية عنا كتير لغات محلية، لغات تابعة للجماعات الأهلية اللي بتعيش بمنطقة الجزيرة، لكن نتيجة التعاطي، الاحتكاك، التعامل المباشر، صار في إتقان من جانب الكرد للغات الأخرى الموجودة، من جانب العرب للغات الأخرى الموجودة. على أقل تقدير، إذا ما كان إتقان فهو فهم للمصطلحات أو للغة المحكية. التنوع اللغوي صمام الأمان، هذا هو موضوع حلقتنا وسبيل للعيش المشترك، تعزيز العيش المشترك بين المكونات. معنا بالاستوديو ضيفين عزيزين شاكرين حضورهم، دكتور عزيز أحي، دكتوراه بالاقتصاد، وسيد حنا صومي، عضو الجمعية الثقافية السريانية. أهلا وسهلا فيكم. خير بشينو بشينو بشلوم خير عطنا ويسعد خش زور سباس سرت شعبا. دكتور عزيز، بدنا نبلش من عندك. حسب معرفتك، كم لغة محلية محكية عندنا هون موجودة بالجزيرة؟ حسب اطلاعي انه هناك الاربع لغات رئيسية، هناك اللغة العربية، اللغة السريانية، الكردية، الارمنية. اربع لغات محكية حاليا بمنطقة الجزيرة. لا طبعا حضرتك دكتور بتحكي او اللغة الام هي السريانية بالنسبة لحضرتك. طبعا شو كمان بتعرف لجانب السريانية؟ اعرف اللغة الكردية والعربية. العربية طبعا هي لغة المدرسة، وأعرف أتقن اللغة الكردية كمان. أستاذ حنا، مدى انتشار أي لغة، انتشار اللغات بالمية، يعني النسبة المئوية، لو هيك تقول لنا تقييمك للنسبة المئوية لانتشار اللغات الموجودة عندنا بالمنطقة؟ انتشار اللغات بالنسبة للغة المنطقة طبعا، هو أنا باعتبار العلاقة الاجتماعية الموجودة داخل منطقة الجزيرة بشكل خاص، هاي خلت الانتشار يكون واسع. يعني على سبيل المثال، أنا أتذكر في عام 1970 حينما كنت أذهب إلى القحطانية، قوري حيوري تربسبية، حينما كنا نذهب هناك كانوا يتحدثون في بيت عمي أكثر من 12 شخص يتحدثون السرياني بطلاقة والكردية بطلاقة، فنسأل من هو السرياني ومن هو الكردي؟ صدقني لم أميز بين أحد منهم، ومن كانوا يتحدثون كانوا سريانا وأكرادا، يوجدون السريانية بطلاقة والكردية بطلاقة. هذا واحد. اثنين، انتشار اليوم حتى الموضوع اللغة. اليوم المدارس على سبيل المثال، الإدارة الذاتية، هناك أيضا موضوع اللغات يتحدث الجميع ويجيد. وأتوقع موضوع الإدارة الذاتية وموضوع اللغات، إذا استمر موضوع المنهاج بهذا الشكل، يصل الطفل السرياني إلى الصف السادس وهو يجيد السريانية والكردية والعربية. اليوم نحن نتحدث الكردية، نتحدث العربية، ولكن اللغة الكردية التي نتحدثها هي لهجة. هذه اللهجة تستطيع أن تقول أنها مشبعة باللغات الأخرى، ليست صافية كاملة. اليوم في مدارس الإدارة الذاتية تأخذ اللغة الفصحى، ولذلك اليوم التفاعل الاجتماعي الخلاق الموجود في القامشلي على سبيل المثال أو في عمود أو الآخر، اليوم هذا التفاعل الاجتماعي أنتج ثقافة واحدة. يعني اليوم لا تستطيع أن تميز بين السرياني والعربي والكردي الذين يعيشون مع بعض في نفس المنطقة، الثلاثة يتحدثون. مثلا الدكتور عايز على سبيل المثال يستطيع أن يتحدث اللهجة البدوية، ليش؟ لأنه في منطقة بدوية. أنا عشت في منطقة حوالي المالكية، وعشت أنا في قرية اسمها ديرناقولنجا، يعني فأبائنا وأجدادنا، ثم ذهبنا إلى منطقة في المالكية، أجدادنا يتحدثون الكردية بطلاقة، السريانية بطلاقة، والعربية بطلاقة. نسبة اللي بيحكوا عربي تقريبا، أظن يعني فينا نحدد أنه 100% تقريبا، واللي يحكوا كردي مثلا شقد بالمية بالمنطقة هون بالمنطقة. يعني السرياني يحكي مثلا عربي قصدك؟ بشكل عام يعني اللي يعرف اللغة الكردية مثلا أنا بالمنطقة هاي. نعم. شقد بالمية مثلا اللغة الكردية؟ أنا أتوقع كفصحى الكردي فصحى استطيع ان اقول 20%. لا كردي انه نفهم على بعض، تشكي مجفف يمكن، يعني الكرديه المحليه انا اتوقع 99% من الشعب الكردي يجيد لغته. السرياني 70%،
ليش؟ لأنه نحن عندنا مردلي، المردلي لا يجيد، القصوراني لا يجيد، تل أرمناوي على سبيل المثال لا يجيد، الغرزي تقريبا، البشيري، هذول بشكل عام لأنه الضيعة اللي كانوا عايشين فيها كانوا إما ضيعة عربية أو ضيعة كردية. معنا ضيف آخر هو عبر الهاتف، حيكون معنا من تركيا دكتور نضال سعدون، حاضر معنا. دكتور نضال يسعد صباحك، مرحب فيك وشكرا لمشاركتك، يبدو أن الاتصال انقطع مرة أخرى. دكتور نضال طبعا لغته الأم هي العربية لكن يتقن الكردية، وكنا حابين يعرف إذا بيتقن لغات أخرى إلى جانب الكردية أيضا. سيد عزيز بدنا نجي لعندك مرة تانية. من المسلمات أنه الكردي يتعلم العربية بحكم يعني المدرسة والدوام، ويعني تعلم بطبيعة الدوام. يعني كيف يمكن تفسير تكلم السرياني بالكردية بقى؟ طبعا تعلم اللغات ما يجي فقط من المدرسة، يعني من المدرسة يتعلم اللغة الفصحى، العلاقات الاجتماعية وال المجتمع اللي يعني المختلط اللي ينعاش سوا هو احدى الاسباب الرئيسيه في تعلم اللغات. يعني انا صار عمري 25 سنه ما كنت اعرف كردي. صدف انا بالجيش كان عندي عساكر كرات، 4-5 عساكر كرات، تعلمت من خلال المحادثه معهم اللغه الكرديه. فالكردي يتعلم اللغه العربيه حكم وجوده بالمدرسه، بس السرياني يتعلم الكرديه من خلال العلاقات الاجتماعيه القائمة من خلال القرية، تجمع اللي يعيش فيه هو تجمع كردي يعني فيه كراد، خلال علاقات الجيرة، خلال علاقات التعارف مع بعض. يعني المجتمع، العلاقات الاجتماعية هي اللي بتعلم بالأساس اللغة الإضافية، اللغة الثانية طبعا عادة لغة المدارس. فالسرياني يتعلم اللغة الكردية من خلال العلاقات الاجتماعية، من خلال المجتمع اللي عم بيعيش فيه. يعني قصدي معناتها اذا في هيك علاقات، في هيك نوع من التعلم والتقبل والاخذ والعطاء، معناتها مو شغله مو اجباري. يعني الكردي كمان كان بده يتعلم العربيه ولو ما عن طريق المدارس كمان. طبعا ممكن يتعلم اللغه العربيه من خلال العلاقات الاجتماعيه، من خلال حاجه اللي هو يحتاجها من خلال التعليم، من خلال العلاقات في المجتمع. فاللغة الكردية ما حدا يتعلمها ولا أي لغة يتعلمها بشكل إجباري. اللغة عادة تجي من خلال حاجة، والحاجة تجي من خلال العلاقات الاجتماعية. اللي ما عنده رغبة يتعلم ما يقدر يتعلم يعني، بس اللي عنده رغبة يتعلم بده يتعلم لأنه هو بحاجة لهاللغة هي في العلاقات الاجتماعية اللي عم بيعيشها مع جاره، مع السوق، مع الصناعة، مع الأمور هاي، بده يحتاج لتعلم هاللغة هاي. دكتور نضال حاضر معنا، يسعد صباحك مرة تانية دكتور، شكرا لمشاركتك. صباح الخير لك شيرين وللأساتذة الموجودين. صباح بخير بدكتور. صباح بخير. تشاوى يتباشي باشي منشاوى إن شاء الله بخير. دكتور لغتك الأم هي العربية بس تتقن الكردية أيضا، أو ما بعرف إذا إتقان أو لا، بس حسب معرفتنا كمان في تعرف لغات أخرى كالسريانية. قدي مدى إلمامك باللغات الأخرى؟ هلا انا كعربي احكي اللغه العربيه واحكي لهجتي الخاصه هي اللهجه الخاتونيه واحكي اللهجه البدويه. انا تعلمت اللغه الكرديه، اول كلمه تعلمتها من باب الطرافه ما لا عربة. اول ما سكننا بالحي الغربي فكنا البيت العربي الوحيد بشارع الحريه، فكانوا يقولوا عنا ما لا عربة. وبعد هاي ما لا عربة انا اصبحت متقن للغه الكرديه بلهجتيها الغربية والآشيتية أو الشمالية الطرف الثاني. والآن أنا عم بتعلم البادينية وماشي باتجاه السورانية ما شاء الله. وأسمع الأغاني الكردية بشكل دائم وأتمتع باللغة الكردية. طبعا عتبي على الدكتور عزيز آحي جاري وأستاذي ما علمني اللغة السريانية. فازان سير تريميني أخبار. هلا دكتور نفهم السريانية، نفهم السريانية بشكل جيد. تمام، بحكم الجيرة يعني وبحكم العلاقات وبحكم المدارس وللطرافة أكثر. أنا طبعا والدتي هي كردية، طبعا أنا أحكي كردي أفضل من والدتي لأنه والدتي يعني تعلمت العربي أكثر،
واللي فوجئت فيه أنه والدتي بعمر 4-5 سنوات بعثتني إلى الكنيسة للتعميد، فأنا معمد. هذا منطلق للحديث اللي عم لحضراتكم البرنامج الجميل اللي بادئين فيه. نعم. انه اللغه هي تواصل وهي تعبير، يعني احنا البشر بيتواصلوا عن طريق اللغه. يمكن في مثل اتوقع هو كردي او تركي انه اللغه هي انسان. نعم. كلما تعلمت لغات صرت اكثر من، يعني تحمل اكثر من شخصيه او اكثر من انسان، وهي ملكات جميله جدا. نعم دكتور، هلا فينا نقول امنا بالله انه الناس تتقن العربيه او تحكي فيها كان نتيجه سياسه او لغه المدارس هي العربيه، لكن مثلا كردي او عربي يتقن الكرديه، سرياني يتقن الكرديه والعكس مثلا، هي دلالات شو؟ كيف بتشوف اللوحه اللغويه الجميله بالمنطقه؟ والله محافظتنا، مو لأنني ابن المحافظة بس أنا معروف عني أني متحيز جدا لمحافظتنا. المحافظة هي فيها علاقات كثيرة غير اللغة، موضوع الانصهار التزاوج، حتى في بدعة احنا عملناها، وبعرف يمكن دكتور عزيز والأستاذ حنا عشان أحفظ الأسم الأستاذ حنا يعرفوا أنه احنا ابتدعنا شيء اسمه الكريف بمحافظة الحسكة، هاي ما موجودة بغير مكان، حتى نعمل يعني أنشأنا علاقة جديدة هي الكريف، مشان إنه والله السرياني كيف بده يكون قرايبي، ما نقدر نتزاوج من بعض، فخلي يكون كريفي. يعني إحنا متميزين كمحافظة بكل مكوناتها بموضوع التلاقي وبموضوع التعامل، لأنه إحنا ما مثل جسد واحد، يعني ببناية واحدة بتلاقي فيها من الثلاث أنواع موجودين ومتعايشين. وبالأعياد إذا بتشوفي اللوحة الفسيفسائية الموجودة بأعياد السريان، كلياتنا بنروح بأعياد الإسلام اللي يجوا الكل، مناسبة عيد نيروز بتلاقي كل الناس موجودة. فهاي هي ملكة عند 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 أهالي محافظة الحسكة يتميزوا فيها. تمام. هذا الانفتاح على الآخر هو كتير احنا مميزين فيه، وخليني دائما هيك أشوف حالي فيه أنه أنا ابن محافظة الحسكة. سيد حنا، لنكون منصفين، في ناس أكراد ما راحوا للمدرسة بالعمر كبار، اساسا ما كان في مدارس بهذيك الايام، او في ناس انقطعوا من المدارس، ما يعني ما داوموا لحتى يتعلموا ويحكوا اللغه العربيه، وحتى بطلاقه حتى ما تميز بينهم بين العرب الاقحاح. يعني كيف تفسر الشيء؟ بالنسبه للمورثات او الجينات الموجوده داخل ابن الجزيره تختلف عن كافه الجينات الاخرى بصراحه. يعني نحن يوم نقول نحن أبناء بيث نهرين، نحن نقول أبناء ميزوبوتاميا، نحن أبناء نهر دجلة، نهر الفرات، نهر الخابور إلى آخره، نحن ورثاء ثقافة عظيمة جدا، نحن اللي أعطينا الحرف وأعطينا القلم وأعطينا العلم، أعطينا كل شيء للعالم. يعني أنا بدي أقول لك شغلة، أقدم مدارس في العالم كانت عندنا مدارس في بيث نهرين ميزوبوتاميا. يعني على سبيل المثال عندنا مثل سورياني يقول من يكتب على الآجر يتألق نظير الشمس. هذا مثل طبعا كتب شفناه طبعا نحن في الرقيمات الطينية التي اكتشفت في مدينة سبار في في بيت نهرين على زمن حمورابي. فهناك هناك مورثات، هناك تاريخ عظيم نحن نفتخر فيه، هذا التاريخ العظيم يعني لا ليس له علاقة في موضوع حتى الكتابة أو القراءة. يعني أنا أعرف هناك أناس، يعني كان عندي عمو شمعون على سبيل المثال كان لا يعرف القراءة والكتابة، كان يقص قصصا في عام 1969 في عندنا في البيت، كل يوم كان في بيت على فكرة يقص القصة من الساعة 8 بالليل بالشتاء، يحكي بالكردي طبعا قصة ما تخلص للأربعة الصبح، عرفت؟ وهو لا يوجد القراءة والكتابة. لذلك عندنا ابن المنطقة بشكل عام عنده رغبة وعنده عشق، وعلى فكرة المحبة تلعب دور كبير على فكرة. يعني أنا لو ما أحبك ما أحب العقلوطك. في عنا كلمة تقول المجتمع معرفة والمعرفة قوة، بقدر ما أنت تعلمت المجتمع بقدر ما تكون قوي أنت. بنفس الوقت أيضا تزال الحواجز بين الآخرين بين الأخوة. إحنا متحدث الكردية وتحدث السريانية وتحدث الأرمنية وتحدث كافة اللغات، أنا أتوقع نحن واحد. لذلك في مثل يقول معرفة الغير علم، معرفة الغير علم. طبعا بالجيش كنا نحكي عربي ما كانوا يقول إيش هاللغة تحكي فيها،
تعات اقول لك مثلا اللهجه السخينيه على سبيل المثال الاسخينيه يقول بدي عسى احكي سخيني عربي يعني يقول كل قافيه من قافاتي سسمتاريه اللهجه نفسها هي بدليل انه المحبه تشوف فيها الكرديه يعني انا احكي سرياني انا احكي سرياني ويمكن ربع كردي ربع الاخر عربي عرفت دليل ايش دليل التفاعل الاجتماعي والمحبه الموجوده بيناتنا ومثل ما قال قبل شوي الدكتور يعني على موضوع الكريف على سبيل المثال الكريف شغله كبيره على فكره يعني تصور انه ما يصير واحد ياخذ بنت كريفو الى درجه يعني ففي في في قداسه في في محبه في نعم. رح نسمع سوا استطلاع بعد اذنكم ضيوفنا الاكارم هو زملائنا بمكاتب ارتا بمدن المنطقه سالوا الناس عينه من الناس هل بتحكي لغات محليه الى جانب لغتك الام تتذكر بعض الكلمات اللي بتعرفها بتلك اللغات عندك امثله شعبيه متداوله بهاللغات خلونا نسمع الناس شو جاوبت من المكون الكردي في الوجعوة بحكم اختلاطنا مع الأخوة السريان الأشوريين والأرمن أنا أتقن اللغة الكردية واللغة العربية وأيضا أعرف بعض الكلمات السريانية عيد بريخو طودي غلبة يعني أفهم بعض حتى أفهم عليهم عندما يتحدثون بكون المعاشرة معهم وأي إنسان يتقن أي لغة فهو يكسب بذلك ثقافة جديدة أنا سامر حنا من مدينة القامشلي من المكون الآشوري إلي الفخر أني أنا أنتمي لهذه المدينة يلي هي أخذت اللقب عن جدارة بمدينة الحب يلي بتضم لوحة فسيفساء من المكونات أجمعين الآشوريين سريان أكراد عرب أكيد بعرف بحكي بكل اللغات بعرف بحكي اللغة الآشورية اللغة السريانية بعرف بحكي بعض الكلمات باللغة الكردية مثل تشاواي سباس تساغبي ساعات خوش وبتمنى أتعلم أكثر من هاللغة العريقة اللغة الجميلة أنا المكون العربي من مدينة القامشلي كنا عايشين بحارة بحارات بين بعضنا من ضم أكراد وعرب وسريان ومن كل الطوائف طبعا أنا عربي بس أتقن بعض اللغات الكردية مثل تشاواي سباس تساغتر يعني ويجب علينا أن نتعلم بعض الكلمات كنا أخوة وعايشين ضمن منطقة واحدة أنا هاني مسعود من الحسكة أنا من المكون المسيحي سرياني الأصل كسبنا بعض اللغات من بعضنا من الكاواي وباش وسرسرمن هاي نتيجة وجودنا وتعايشنا مع بعضنا الحمد لله نحن متحابين ما في تفرقة بيننا وبين أي مكون تاني أنا سهام بطاه من مدينة الحسكة وأنا عربية وبحكي كم كلمة بالكردي مثل تشاواي مرحبا باش خير أو يعني منيح ونافاتشي إيش اسمك وتصاغ ربي وهيك يعني كم كلمة بس أختنا العزيزة بالأخير بس بدها هيك تصحيح اللفظ الصوتي نافيتا ونافاتا في فرق كبير دكتور شو الفرق دكتور عم تعرف أنت نافيتا اسمك نافاتا المعا رح نروح لعند الدكتور دكتور نضال شو رأيك بالأصوات اللي سمعتها دكتور؟ والله هي تعبر عن الواقع حقيقة تمام وهي تأكد ما اللي قلناه واللي عم يقولوا السادة الضيوف اللي عندك وفي شيء كتير مهم يعني أنا ما بعرف هو كمقترح على الهواء مباشرة إنه مثل ما كان يعني تعلمت الناس اللغة العربية أنا واحد من الناس من عشرات السنين من عمري صغير عم بقول ليش ما في مدارس أو تعليم للغة الكردية طبعا اللغة السريانية باعتبار كان في شوية مدارس خاصة كانت تدرس قليل ولفئة محصورة فلو يكون في شيء يعني أنا شايف محافظة الحسكة أو الجزيرة بالمستقبل كل شخص فيها سيجيد اللغات الثلاث على الأقل وهذا يعني بده يكون مشروع يعني وطني مشروع إنساني جميل جدا لأنه أنت شيرين يعني أول رسالة للمحبة أنه أنا بحكي لهجتك بل هي مفتاح وهي رسالة أنه أنا أتقبلك كما أنت بدليل أني أنا عم بحاول أتعلم لغتك وأنا لما أتعلم اللغة فأنا عم بتعلم ثقافة كاملة هي الموضوع اللغة الكردية مو بس لغة
اللغة الكردية هي في تاريخ، بدي أتعرف على جقرخين، بدي أتعرف على محمد شيغو، أغاني الأساطير الكردية، كذلك بالسريانية. فإحنا فعلا بحاجة أنه يكون في تركيز على موضوع اللسانيات اللغات بكل مدارسنا، بحيث أنه الطالب يطلع هو عرفان هذا الشيء، لأنه هذا الشيء هو راح يكون صمام الأمان للسلم الأهلي اللي إحنا اشتغلنا عليه ببداية الأزمة في سوريا. دكتور حافظ، شيء مقطع من غنية لمحمد شيخ، وشكلك تسمعه. والله محمد شيخ وأنا بحب أغاني كلها. أي اللي يقولي هلا نهديك بعدين بعد ال. لا لا، يا ريت تهدونا هاي الأغنيته اللي يمكن على شيرين يغني في لغة على شيرين. دمي من متي ديتي نسرين هاي. نسرين والله. نسويها شيرين. يلا نعملها شيرين دكتور. فهي أغنية جميلة جدا صراحة. وفي غناء كردي جميل، في الرقص الكردي اللي تعلمناه من خلال الأعراس. تمام، يعني في احنا في اختلاط، يعني مو بس اختلاط، هو اندماج كامل. وهذا الاندماج صدقوني، يعني احنا في الوقت اللي فيه الآن وطننا يعني في أزمات كبيرة، هذا أحد المفاتيح الكبرى اللي تخلينا نحافظ على بعض وندرأ الفتنة اللي عم بتحيط فينا من كل مكان. شكرا كثير لمشاركتك ولاغناء حلقتنا بوجودك دكتور نضال سعدون. شكرا لك، شكرا لضيوفك الكرام، سمعتينا صوتنا الحلو، شكرا لكم جميعا، والتوفيق لارت اف ام دائما ان شاء الله. دمك نيزيك متدنا بخد ببينن دكتور نيزيك قلكي نيزيك قلكي نيزيك باشا على الهواء مباشره من الاستوديو مباشره. شكرا جزيلا، شكرا، مع السلامه. دكتور عزيز، بدنا نرجع لعندك، سمعت الاصوات، شو رايك بالاصوات؟ طبعا الأصوات هي بتدل مرة ثانية أن العلاقات الاجتماعية هي اللي تخلق التقارب، وهي يعني تعلم اللغات بيصير من خلال العلاقات الاجتماعية. يعني كل واحد حكى أنه يعرف كلمتين ثلاثة، بالطبع لو عاش بمجتمع فيه أكراد بيعرف أكثر من 3-4 كلمات، بيعرف يحكي، بيعرف على الأقل يسمع يفهم إيش عم بيقولوا له. يعني فمرة ثانية نأكد أنه الاختلاط الاجتماعي، العلاقات الاجتماعية لها دور كبير في تعلم اللغات. نحن الله ميزنا بهالتنوع الاثني، تنوع اللي كان قومي او ديني او اجتماعي، فهالتنوع مفروض نستغله لحتى يكون رحمه وخير لنا، ما يكون علاقه يعني نوع من الصراع ونوع من الخلاف ونوع من التباعد. فمن خلال اللقاءات والعلاقات الاجتماعيه اللي عم بنعيشها نقدر نفهم بعض، مو بس فقط باللغة، يعني نقدر نفهم بعض بالعلاقات الاجتماعية، بالثقافة، بالتربية. أنت تعلم اللغة الكردية فتح لك أبواب دكتور المرات. طبعا بيفتح مجالات كثيرة لحتى تفهم الإنسان اللي مقابلك. لما يعني اللغة ما هي فقط مجرد كلمات، اللغة هي تعابير من القلب تطلع من الوجه، تقدر تستشفها. فتعلم اللغات يخلق علاقة متينة أكثر وفهم أكثر للطرف الآخر. نعم. سيد حنا، هلا شو اللي فادك تعلمك او نطقك للغه اخرى غير لغتك الام؟ هلا البعض ممكن يقول انه شو الفائده، يعني خليني يعني بلغتي وخلص. يعني انا بالنسبه لي اقول انا ابن هالوطن. حينما اتعلم لغه ابن وطني هذا نصفي الاخر. نصفي الاخر، هذا اولا. ثانيا ثقافه الانسان يجب دائما ان تكون ثقافه شامله مجتمعيه كامله. حينما أنا أتعلم اللغة الكردية أو أتعلم الأرمنية أو السريانية أو العربي، فأنا أضيف إلى رصيدي بعد آخر. هناك ثقافات، هناك تعددية في موضوع الأقليات إلى آخره، القوميات، ولكن ما يجمع هؤلاء جميعا هو لغة الروح. نعم. ولغة لغة الأدب. اليوم حينما قال أغنية محمد شيخ، وأنا أتذكر أننا تربينا على أغاني غزل غزل محمد عارف زراوي وعيسى بلواري، تعلمنا على تشافتشو أيدل دلول أرام. فهذا التراث الذي نشأنا عليه وكبرنا عليه، عرفت، تراث عظيم جدا يجب أن ينتشر. وأنا من هنا أقول يجب، يعني خلال الاستطلاع
الشاب الكردي قال انه ما اعرف سورياني غير كلمه شلومو وشينو، سامر حنا قال غير ساسري من سباس، والعربي كمان قال ساسري من تشاواي وسرياني نفس العمليه. انا اتمنى من خلال اذاعه ارتا، الاذاعه هاي اللي تحب دائما تكون سباقه في موضوع العلم والثقافه والادب، من اذاعه ارتا اقول يجب ان نخضع جميعنا بكافه مكوناتنا لدورات سواء كان في الكومينات او في المدارس او ايا كان، يجب أن نتعلم اللغة الفصحى، وحينما تتعلم لغة أخيك تقترب منه أكثر وتشاركه أكثر، ليس فقط في خبز في الخبز خبز الحياة وفي الآخر، لا يجب أن نعرف أعماق الآخر، والآخر من هو الآخر؟ هو ابن وطني. فبقدر ما توحدنا وبقدر ما تعلمنا لغات بعض وبقدر ما نتشارك في الأحزان والأفراح، بقدر ما نبني مدينة عظيمة اسمها مدينة اللغة الواحدة. صدقني تصير لغة واحدة، يعني اليوم اليوم اللغة الكردية أو اللغة السريانية أو الأرمنية أو الأشوري أو العربية أو الآخر، صدقني أنت يوم تنطق كلها تصبح إنسان كامل. اليوم أنا عم بحس حي ناقص حينما كلمة كردية فصيحة لا أعرفها أحس حي ناقص، فيجب أن أكون كامل بأن أخضع دورات. نعم. هلا حتى من الناحيه انه يوسع مدارك الدماغ وثقافه اخرى وبيزيد على رصيدك الثقافي وكذا وكذا، والمحبه اللي ذكرتها حضرتك سيد حنا، ومساله انه الحاجه اللي ذكرها الدكتور عزيز انه حاجتنا لحتى نعرف بعض اكثر لحتى نندمج ببعض اكثر هي اللي بتدفعنا نتعلم اللغات. بس ما ضل معنا وقت، بس كنت حابه اقول مثال صديقتي، كنا عم نحكي انه في وحده بتعرف 5 لغات، يطلع على التلفزيون عربي انجليزي انجليزي فرنسي لغات العالم، يعني هي قالت انه انا كمان بعرف 4 لغات، ارمني تركي كردي عربي، فانا كمان مثلي مثله، يعني انه ليش لحتى افرق؟ فنحن كمان رصيدنا الثقافي عالي انه بنعرف لغات بعض. دكتور عزيز اقل من دقيقه، صعب عليك ان تعلم اللغه الكرديه عن كبر؟ يعني صعب يعني الانسان يتعلم؟ لا لا لا، لانه يعني اللغه السريانيه فيها كثير من اللغات الكرديه، يعني كثير من كلمات كرديه، يعني. فلما يعني ما بحاجه لاكثر من انه يعني تاخذ لانس باللغه، مو اكثر، يعني يعني في بعض الكلمات اعرفها بس لكن ما بعرف انه هل هي كرديه ام عربيه، فمن خلال النطق باللغه او من خلال العلاقه تقدر هالمره حتى اذا في ما عندك كلمات كرديه كافيه تقدر تخلطها بكلمات سريانيه بكلمات عربيه لحتى تكمل. شكرا كثير لوجودكم دكتور عزيز ساحي، دكتوره في الاقتصاد، وحنا سومي عضو جمعيه ثقافيه السريانيه، ومن تركيا كان معنا الدكتور نضال سعدون. شكرا كثير لوجودكم. تفضل. على سبيل المثال انا بحكي سرياني مثلا، اقول برثي بنتي، يعني هولي باتشكايو باتشكا، يعني اعطيني باتشكا، لكن هي باستو بالسرياني باستو، ولكن هذا التفاعل هو الذي يجعل شلون انت باشا على عيني. على شكرا كثير، على عيني. سلامات، اهلا وسهلا على عيني. سلامات. اي والله ساعتها